نرجع بقى تاني ونشوف زي ما قلت لكم مسلسل حالة خاصة. المسلسل ده الحقيقة لاقى يعني إشادة كبيرة جدا من الجمهور والمشاهدين، وكمان موضوعه يعني موضوعه مع البطل اللي عنده توحد خلى الناس تنتبه الحقيقة، موضوعات حلوة وبتخلي الناس الحقيقة يعني تقترب من هذه الموضوعات، لأنه يعني أكيد الحالات دي موجودة في حياتنا وموجودة في بيوتنا. التعاطف اللي كان مع شخصية نديم أبو سريع اللي بيقدمها الفنان طه دسوقي كان وراها شخصية ملهمة جدا وشخصية حقيقية، هو الشاب عبد الله أشرف. عبد الله كان يعني ملهم جدا وساعد طه الدسوقي كتير عشان يحقق الخطوات الناجحة دي، وطبعا يعني خلاه يعني يقدر يعمل حاجات كتير جدا، واشتغل على فكرة بعدها عبد الله مونتير في منصة ومنصة واتشت طبعا، واللي انا اعرفه ان هو مبدع كمان. يعني خليني اقرب اكتر من عبد الله اشرف واسلم عليه، وطبعا زي ما قلت لكم هو ملهم لشخصيه نديم ابو سريع طه الدسوقي في حاله خاصه. عبد الله مساء الخير يا عبد الله. مساء النور، ايه الاخبار؟ مساء الخير يا عبد الله. مساء النور. يعني انا سعيده جدا بيك. عارف انا سعيده اكتر ليه؟ سعيده كمان عشان بسمع ان انت يعني مبدع وبتشتغل كمان في واتشت وبتعمل بروموهات وبتعمل شغل رائع، يعني ده شيء جميل جدا، يعني انت زميل اصلا يا عبد الله. يعني شكرا، كلامك اللي حلو الصراحه. بص بقى يا عبد الله، الطريقه اللي انت بتقولها شكرا وكلامك، طريقتك دي هي اللي كانت ملهمه لطه الدسوقي. لما شفت طه الدسوقي نديم في حاله خاصه وهو بيأدي الشخصيه، حسيت قد ايه انت افدته؟ انا فعلا حسيت ان انا يعني اديت دوري، بس انا الصراحه يعني احب ان انا اقول لطه ان هو عمل شغل رائع في تقمص الشخصيه، ان هو عنده طيف توحد، وان هو عمل يعني دور مقنع جدا. يعني انا بصراحه لما انا اتفرجت عليه وهو بيمثل كده حسيت ان هو شخص حقيقي كده، كنت اشوفه في حياه حقيقيه، عنده طيف توحد كده. طب قول لي يا عبد الله، خلينا نقرب من بعض كده ممكن؟ اهلا وسهلا. طيب لا، او قول لي شكرا عشان بحب شكرا بتاعتك يعني. طيب بص يا عبد الله، عايز اعرف طه الدسوقي اتعلم منك ايه بالظبط؟ يعني قول لي ايه الطريقة اللي احنا شفناها وهي نفس طريقتك واخدها منك طه الدسوقي؟ اتعلم مني ان في حاجات معينة كده الناس اللي عندهم توحد بيتصرفوا فيها، يعني الباينة او ايه اللي هي السماعات دي. يعني دي واخدها مني الصراحة كده. وفي التانية ان هو ما بيعرفش مثلا ان هو يبص عين لعين مع اللي قدامه، يعني الاي كونتاكت بتاعته مش احسن حاجه، رايحه جايه. رايحه وجايه. وبرده هو يعني ما عندوش وعي اجتماعي جامد كده، يعني هو لما حد بيقول جمله الجمله دي المفروض ليها معنى تاني، بس هو بيفهمها زي ما هي كده. يعني صباح الخير تبقى صباح الخير، يعني أيوة يعني بالزبط. الجمله زي ما هي، ما ينفعش يبقى فيها يعني رايحة جاية، لازم تبقى مباشرة، ليها معنى واحد. أي ليها معنى واحد. هو يعني طيب أنا عايز أسألك سؤال. أنا شفت لك صور كده برضو يا عبد الله وأنت حاطط الهيدفونز، ودي كمان عملها نديم. نديم كان بيسمع المصريين والحقيقة كانت حاجة حلوة، يعني الأغنية مؤثرة. أنت ليك برضو حاجات معينة تحب تسمعها وهي مؤثرة بالنسبة لك؟ والله أنا من الناس اللي لو بسمع أغنية نغمها حلوة كده أو حاجة يعني حلوة للودان بتاعتي بحب أسمع، سواء قديمة أو جديدة كده. تسمعها على طول ولا بتسمع بتغير كل فترة؟ لا بسمعها على طول، بس أحب أغير. طيب لما شفت طه دسوقي، يعني هل هو قعد معاك قضى مثلا أيام معاك، اتكلمتوا في ايه؟ يعني كان عايز يعرف منك ايه تحديدا؟ هو كان طه قبل يعني المسلسل بتاع حالة خاصة كده كان عنده زي
فكرة ضعيفة عن التوحد، هو ما كانش عنده فكرة كويسة قوي عن التوحد. يعني هو كان في مؤامرات كده، كان في ناس بيقولوا عليه، أو هو كان بيقول إن هو يعني كان فاكر إن دي حالة وخلاص، ما كانش عارف إن في حاجة اسمها الطرف، أو باللغة الإنجليزية يعني اسمها سبيكترم، وإن طرف عشان يعني طيف، طيف قصدي ايوه طيف، زي مثلا يعني بالمعنى البسيط يعني اللي هو زي مسطرة، ايوه يعني في ناس عندهم 2 سنتي، في ناس تانية عندها 5 سنتي، وفي ناس اللي هي عندها 15 سنتي مثلا. تمام. طب انت يعني لما تزاعت حالة خاصة وشفتها على بعض بقى كلها، شفت بقى نديم ابو سريع وشفت بقى الشخصيات اللي معاه، حسيت ان هو قريب جدا جدا من الناس فعلا اللي عندها توحد وخدم الحكاية دي؟ وانا بحس ان يعني المسلسل عامه مش الشخصيه نديم بس، يعني ادى بدور حلو ان هما بيدوا يعني مش مجرد انتاج فني كده، بس كتوعيه لحاجه موجوده، والناس يعني في ناس بتجهلها، او في ناس ما عندهمش فكره خالص عن موضوع التوحد ده. طبعا فيعني المسلسل يعني ادى دور حلو ان هو كإنتاج فني، بس يعني الأهم إن هو يعني عمل دور مهم برضه، اللي هو يدي الرسالة إن في ناس اللي هم عندهم توحد، فإن الناس ما ينفعش يتجاهلوا الحالات دي أو يستهزئوا بالحالات دي. ايوه لازم يشوفوها ويتعاملوا معاها ويعرفوا هي ايه الحاله دي. طيب انا عايزه اسالك على حاجه كانت في المسلسل، انت فاكر لما نديم في المسلسل كان بيتعلم ان هو يترافع قدام القاضي وهو ما عندوش زي ما انت بتقول الشخصيه الاجتماعيه او ان يترافع، بيقعد يجرب كتير جدا ويحفظ كتير جدا عشان يقدر يعمل انه يترافع قدام القاضي، هي دي برضو مثلا بتحصل لك انت دلوقتي بتشتغل بتبذل مجهود علشان يعني تقدر تبقى قد الحاجة تعيد وتزيد وده بيساعدك؟ هو يعني زي ما بيقولوا كده، التكرار المفروض بيعلم الشطار. صحيح. فهي يعني ساعات اللي انا بعمله ده بيختلف من مرة للآخر، بس يعني بسابر، هي بتاخد وقت، بس يعني اي حاجة تستاهل وقت يعني تستاهل جهد. فيعني لو حاجة هعملها كتير وحاجة انا حاببها، فالمهم ان انا اصابر عليها واكون صبور عشان اوصل للطب كده. طب اخر سؤال يا عبد الله، الحاله اللي كانت بينه وبين رام الله، يعني حاله المشاعر الجميله وهو كان دايما يكرر الكلام شعرك حلو لبسك حلو انت حلوه، ده لانه حافظ ده ولا هي دي الكلمات اللي بيقدر يعبر بيها بس؟ هي المشكلة إن الناس يعني هو بس شخصية نديم مش شخصية مرنة اجتماعية، ما تمام. بيعرفش إن هو يعني يبتكر كلمات من عنده كده، فاللي هو اللي موجود له هو اللي يرددها. فانت شايف انه نديم ما كانش مرن اجتماعيا لكن في شخصيات بالظبط، عندها توحد اكتر مرونة، مظبوط؟ مظبوط، زي ما احنا قلنا هي الطيف، هي الدرجات صح، يعني في ناس مسطرة. مسطرة صح، في ناس بتبان، قصدي في ناس ما بتبانش قوي، وفي ناس بقى اللي هي بتبان قوي. بتبان قوي. طب اقول لك سر يا عبد الله بيني وبينك واحنا على الهوا كده، تمام. يعني زميلي اللي في الاعداد رئيس التحرير مصطفى حمدي، عارف قال لي ايه دلوقتي وانا بكلمك؟ قال لي قولي له اسئله مباشره علشان بس يستوعبك، بس انا الحقيقه هرد على مصطفى واقول له معلش عبد الله فاهم كل اللي انا بقوله، صح ولا لا يا عبد الله؟ صح كلامك، يعني إذا أنت عندك مرونة اجتماعية كبيرة أكتر من نديم، صح؟ صح. يعني أنت فاهم كل أسئلتي، ما في يعني حتى اللي أنا كنت بلف فيها كنت بتلف معايا، يعني فاهم كل أسئلتي. يعني كلام تمام. واضح زي الشمس. طيب أنا بقى هسألك عنك أنت يا عبد الله، أنت بتشتغل في الميديا وبتشتغل في منصة قوية وبتعمل بروموهات لبرامج ومسلسلات وشخصيات، يعني واضح ان انت كمان مبدع لان هم الحقيقة يعني فرحانين بيك وبيقولوا عليك مبدع،
التنوع الكبير اللي انت بتشوفه في الأعمال الدرامية ده مع شخصيتك أفادك قد إيه؟ المسلسلات الدرامية يعني؟ لأ يعني انت بتشتغل على المنصة زي مونتير وبتعمل حاجات كتير مختلفة، فأكيد بتشتغل على أعمال كتير مختلفة، صح ولا لأ؟ صح، هو أنا بس لسه في فترة التمرين، بس لسه في يعني التمرين. أنا عامل يعني تأثير جامد يعني في المكان، يعني مش مكان شغل عامة، كان ناس برضو، والفضل يعني يرجع لشروات برضو علشان هي دخلتني في المكان. شروات دي عاملة زي عم جميل؟ ممكن تقولي كده. ممكن تكون هي يعني زي عم جميل. طيب هل انت في حياتك عم جميل؟ يعني الشخصيات اللي هي جنبك اللي بتتأثر بكلامهم، مين الناس اللي بتتأثر بكلامهم؟ حد في البيت؟ صديق؟ حد في العيلة؟ والله الكل، بس يعني الكل. أولهم أكيد مامتي وقرايبي وصحابي في الشغل. يعني الصراحة ما حسيتش إن أنا هعرف إن أنا أوصل في حتة كده من غيرهم، يعني من غير مساعدتهم ليا وكده. شفت طه دسوقي بعد إذاعة المسلسل؟ تقابلته؟ شفته. طب وقلت له إيه؟ قلت له ان شكرا ان انت يعني شفت في حاجه حلوه كده، مع ان انا ما شفتهاش في نفسي، وان انت اخترتني انا علشان انا اشتغل معاك، وان هي تجربه يعني فريده من نوعها صراحه كده، ومبسوط ان انا بعنايه يعني مش مجرد من خلال الشاشه ان انا اشوف شخص موهوب في التمثيل كده زي طه دسوقي كده بيشتغل. على فكرة انتوا حتى قريبين من بعض في الطول، هل هو برضو أول ما شافك طريقة لبسك وضعك للسماعة حسيت انه قلدك في حاجات؟ حسيت قلدك. ان انا اديت له الهام كده في ان هو ياخد مني حاجات كده، فده يعني ده لما اتفرجت على المسلسل حسيت ان انا انبسطت اكتر، ان هو يعني خد مني حاجات كده. طب بص انتوا هنا في مشهد، هنا انتوا من الاتنين بتحضنوا بعض، مشهد كده انا شايفاه دلوقتي، بتسلموا على بعض رغم انه يعني نديم في المسلسل ما كانش بيحب حد يقرب له، ده برضو زي ما انت فهمتني كده يا عبد الله شخصيات وشخصيات. هو في الطيف او المسطره، في ناس اللي عندهم توحد ما بيحبوش اللمس، وفي ناس اللي هم ممكن تحضنهم عادي. اللي في الكليب بس انا كنت زي مش عارف ان انا اكلم طه بالظبط، كنت يعني خجول قوي في الكليب ده، ايوه فاللي هو ما عرفتش ان انا اكون على طبيعتي، يعني حسيت ان انا كنت متجمد كده في الفيديو نفسه. بقى، بس انت قبلت ان هو يحضنك ويسلم عليك يعني كده، في كده كان حالة لطيفة ما بينكم يعني. حالة لطيفة يحسسك ان هو زي عامل زي اخوك الكبير كده. اكيد. عبد الله انا اتشرفت جدا بيك، وعايزه اقول لك ان احنا استمتعنا جدا بالمسلسل، وزي ما انت قلت بالظبط كانت فرصه هايله لكل اللي ما يعرفش عن التوحد انه يعرف، ويعرف زي ما انت كمان قلت لنا انه انواع، وان هم موجودين في مجتمعنا، وان احنا نقدر نتعامل معاهم ببساطه، وهم كمان يتعاملوا باندماج رائع، وتبقى الحياه لطيفه، وده دور الدراما ان هي قدرت الحقيقه تعمل الحكايه دي. فهمت بقى كل الكلام اللي انا قلته ده؟ انا فاهم. انت هايل يا عبد الله. انا بشكرك يا عبد الله، بشكرك جدا. وعبد الله اشرف ملهم شخصيه نديم احمد ابو سريع. بشكرك يا عبد الله، وان شاء الله نلتقي دايما في اوقات تانية ويشوف نجاح ليك باذن الله.